السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، عواشركم مبروكة، رجعت لكم فيديو جديد وبحلوة مي الزينة الرائعة الهشة والسهلة كذلك اللي كتوجد بسرعة. كنديرها بالنشا وبالكوك، كتجي هائلة هاد الحلوة هذه وسريعة وكتذوب في الفم. كنتمنى تجربوها وانها تنال الاعجاب ديالكم بدون زبدة، وكتوجد في دقائق. الى عجبتكم هاد الحلوة ما تنساوش انكم ديروا لايك للفيديو وتشتركوا معايا كذلك في القناة ديالي باش توصلوا دائما بالجديد. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة، ونخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير. غندوزو المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الحلوة هادي، مقادير مضبوطة ان شاء الله. غادي نحتاجو واحد 3 الكيسان من الانزيان ديال العنبة ديال النشا، ما يعادل كذلك واحد العلبة من هادي ونصف. هادي العلبة كتوزن 180 غرام، يعني غتكون عندنا 270 غرام، اللي عبرت لكم البنات 270 غرام ديال هاد الميزينة هادي، ما يعادل واحد العلبة من هادي ونصف. ما يعادل كذلك بالكيسان ديال العنبه، 3 الكيسان من الانزيان بالكيسان ديال العنبه، عطيتكم انا بالكيسان ديال العنبه وكذلك بالعبار. وغادي نحتاجوا واحد 50 غرام هنايا ديال الكوك، يكون مطحون البنات. الكوك يكون تاخذوا الكوك وتطحنوه مزيان باش يطلع الحلوه تكون جيده. وغادي نحتاجوا واحد كاس ديال السكر سنيده ديال العنبه، وكاس كذلك ديال العنبه ديال الزيت، وواحد 2 بيضات يكونوا الحجم صغير، ما يكونوش كبارات بزاف، يكونوا صغار. وغادي نحتاج واحد 7 غرام ديال السكر فاني، و 7 غرام ديال الخميره ديال الحلويات، وغادي نحتاج واحد القبطه ديال الملح. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. غندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. غادي نبداو دابا في الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غنجيب واحد الانيه وغادي ندير فيها البيض. بسم الله، البيضه الاولى، وغادي ندير كذلك البيضه الثانيه. الطريقه البنات قلت لكم دائما جيبوا واحد 3 حداكم وتبقاو تهرسوا بيضه ببيضه باش تتفاداو انكم تضيعوا البيض الا كانت شي بيضه خاسره ما شتوهاش، يعني غير تفادي الضياع وصافي. دابا بعد ما درت هاد 2 بيضات ديالي، غادي نضيف هاد القبطه ديال الملح، وغادي نضيف سكر سنيده، وغادي نخلط العناصر. غادي نضيف دابا هاد الكاس ديال العنبه ديال سكر سنيده، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. ومن بعد غنضيف الزيت. ودابا غنكملوا في الطريقه ديال التحضير. بعد ما ضربت شويه البيض مع السكر سنيده، كان عليا ندير الفاني قبيله، دابا لا غندير الفاني، وغنضيف كذلك الزيت، كاس ديال الزيت، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. بغيتو تخلطوها بليد ماشي مشكل، المهم راه كتجي هاد الحلوه رائعه البنات، غير جربوها، كتجي لذيذه بزاف، كتجي هشه وكتذوب في الفم. دابا انا نخلط هاد الزيت مع هاد السكر سنيده مع البيض، حسيت تخلط ليا حتى نحس بسنيده دارت ليا عاد باش غنبقاو نضيفو ان شاء الله للمايزينه. ودابا بعد ما خلطت هاد العناصر مزيان، دابا غادي نبقى نضيف المايزينه شويه بشويه. المهم راه عندي هنايا 3 الكيسان، وغادي نضيف كذلك الكوك، وغنبقى نخلط وغنبقى نزيد، يعني ميزاني على حسب الحجم ديال البيض. انا غنستمر في هذا التخلاط هذا حتى نكمل هذه الحلوه ان شاء الله، ونكمل هذه المقادير اللي عندي. وغنضيف كذلك الخميره حمراء، وغنقول لكم واش كملت الخليط كامل ولا لا. وعلى حسب كذلك الكوك، كاين الكوك اللي كيتشرب وكاين الكوك اللي ما كيتشربش. صافي البنات، بعد ما جمعت الحلوه ديالي كما كتشوفوا حصلت عليها بهذا الشكل هذا. الا لقيتوها باقا شويه ما تجمعاتش معكم، زيدوها واحد 2 معالق ديال المايزينا، ولا الا لقيتوها صافي تجمعات حصلتوا عليها كتلوها هكا في يديكم وكتزقى، يعني راه صافي هذا هو القوام ديالها. دابا حيت فيها الكوك غنخليوها ترتاح غير واحد 2 دقائق غير على ما تزيد تشرب لينا. راه داكشي اللي عندي ديال المايزينا هو اللي درت، وكذلك داكشي اللي عبرت لكم ديال الكوك هو اللي درت. ولكن الا كان البيض شويه كبير غتضيفوا واحد 2 معالق ديال النشا، غير الا لقيتوها باقا رطبه معكم. الا لقيتوها هي هذيك ممكن ديروا كذلك غير بيضه وحده الا كانت كبيره، الا كان الحجم ديال البيض كبير البنات ديروا غير بيضه وحده. راه هذا هو القوام دابا ديال العجينه. دابا ان شاء الله غادي نبداو في التشكيل ديالها، غنخليها ترتاح واحد شويه تزيد تشرب معايا، وغادي نبداو ان شاء الله نوجد اللاطه ديالي ندير فيها الورق ديال الزبده، وكذلك نشعل الفران. ودابا ان شاء الله غادي نبداو في الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غنحتاجو واحد الورق ديال الطبخ اولا بلاستيك، ونحتاجو المدلك، ونحتاجو كذلك هذا الموس باش غندير الحلوه ديالي، لانني انا باغي نديرها بواحد الطابع البنات، نتوما ديروها باش ما بغيتو. انا فضلت نديرها بهذا ديال الشميشه، المهم كل مره واش كنديرها، مره كنكورها ولصقها بالشوكولاط، مره كنديرها بشي قطعه اخرى، مره من دابا فضلت نديرها بهذا الشميشه.
غادي ناخذ واحد شويه من الخليط ديالي، وقبل ما ناخذه غندير شويه ديال النشا عوض الدقيق، غادي نرش شويه ديال النشا لانه واخا هكاك خاصكم باش ما تلصقش معنا نهائيا. وغادي ناخذ شويه من العجين وغادي نسرحوه في هذه الصفيحه هذه. غادي نستعين بالمدلك، غادي نعاود نرش شويه ديال النشا من الفوق، من هنا من فوق الحلوه، ما تخافوش من هذا النشا البنات. وغادي نجيب المدلك، دابا غنسرح هاد الكره ديالتي حتى نحصل على السمك اللي انا بغيت باش ندوزو ان شاء الله نشكلوها. ما تخافوش ما غادي تلصق معكم حتى شي حاجه، لاحظوا معايا ما كتلصق ما والو، اكثر تاني الا استعنتوا بالنشا لان اصلا ما غاديش تخافوا ما غادير ليها حتى شي حاجه النشا البنات حسن من الدقيق. غادي نسرحها بعد ما غنحصل على هاد السمك، وقيله هذا هو السمك اللي انا بغيت. دابا غادي نجي ان شاء الله القطعه ديالتي، وغادي نحتاج شويه ديال الدقيق، وغادي نبقى ندير هاد القطعه هذه في الدقيق ونضربها حتى نخبطها هكا باش ما يبقاش فيها، وغندوزو ان شاء الله نشكلوا هاد العجين ديالنا. دابا غندوزو نقطعوا هاد العجين هذا، غندير كما قلت لكم هاد القطعه في الطحين، وغادي ندوزو نشكلوا الوريدات ديالنا بهاد الشكل هذا. لاحظوا معايا كتجي رائعه، غنحطها دابا في الصفيحه ديال الفرن، وغادي نزيد معكم تشوفوا الشكل كي تيجي. ممكن انها تهز معكم، ممكن انها تبقى تتهزوها بالموس بهذا الشكل هذا، وراه ما كتعطلش الفرن البنات، دغيا كطيب سهله وسريعه وكتجي رائعه. ممكن انكم تهزوها كذلك بالموس بهذا الشكل هذا غير بشويه بهذه الطريقه هذه. دابا البنات انا غنستمر على هذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، حتى نقطع الكميه اللي عندي ديال الحلوه كامله، راح كتقطع معكم بسهوله وكتجي رائعه. كنتمنى هذا الشكل يلينا الاعجاب ديالكم، وغادي ان شاء الله نسالي هذه الكميه اللي عندي ونسالي كذلك هذه الكميه اللي بقات، غير باش نختصر الوقت ما نطولش عليكم الفيديو. كما كتشوفوا معايا نفس الطريقه باش غادي نمشي، فاش غنسالي ان شاء الله غادي تشوفوا معايا فاش غادي نبغي ندخلها كذلك الفرن. انا غنستمر على هذه الطريقه حتى غنسالي ان شاء الله نتلاقى معكم باش ندخلوا الحلوه ديالنا ان شاء الله الفرن، وكذلك في التزيين النهائي فاش طيب ان شاء الله والشكل ديالها النهائي. دابا انا غنستمر على هذه الطريقه حتى نسالي ان شاء الله نتلاقى معكم. ودابا بعد ما كملت الحلوه ديالي وحطيتها في هذه البلاطه ديال الفرن كما كتشوفوا، غندخلها دابا الفرن اللي مسخناه من قبل. هي راه ما كتستغرقش وقت طويل، ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه كطيب، كتبقى بيضه ما كتحمرش بزاف باش كتبقى النضر ديالها كتجي رائعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. دابا ان شاء الله غندخلها للفران، وفاش غادي تطيب غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها. وهي الحلوه بعد ما حيدتها من الفران كما كتشوفوا خليتها حتى بردات، ما تقيسوهاش فاش تكون سخونه نهائيا حتى تبرد. لاحظوا معايا راه كتبقى بيضه ما كت هي ما كتحمرش، هذا هو اللون اللي كتبقى فيه، كتبقى جد رائعه ما كتلصق معكم حتى شي حاجه. كنتمنى يكون واضح لكم، كتجي هشه. دابا ان شاء الله غادي ندوز نزينها بجوج ديال الطرق اللي بساط، وكنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. واحد غادي ندير ليه شويه ديال العسل وندردر عليه الكاوكاو اولا اللوز مهرمش، وواحد غادي ندير ليه شويه ديال الشوكولاته كحل ونزينو بالشوكولاته الابيض. هادو هما جوج ديال التزيينات اللي غادي نديرو لهاد الحلوه ديالنا. دابا انا ان شاء الله غادي نزينها كامله، غنوريكم غندير قدامكم وحده باش تشوفوا الطريقه كي دايره، وندوز ان شاء الله نبداو دابا في التزيين باش تشوفوا معايا كي غندير هاد جوج الشكيلات ان شاء الله. دابا غادي نبداو في التزيين، غنوريكم الطريقه الاولى. غادي تاخذوا واحد الحليوه بحال هادي، وغتاخذوا واحد شويه ديال العسل اولا المربى، انا كندير العسل، غندهنوا ليها هاد الدائره هادي ديالنا بحال ما هكا، كنتمنى تكون واضحه لكم. وغادي ناخذ شويه ديال اللوز اولا الكاوكاو المهرمش، انا عندي هنايا اللوز عفوا الكاوكاو، وغادي نديرو في هاد البلاصه هادي. هذا هو التزيين الاول، وغادي ندير ندوز دابا ندير معكم التزيين الثاني ديال الشكلاط. التزيين الثاني غادي ناخذ نفس الدائره وغادي نديرو فيها مثلا غناخذو هادي غنديرو فيها الشكلاط، نديرو الشكلاط في هاد الدائره هادي اللي عندنا هنايا في هاد الوسط هذا ديال هاد الحلوه هادي. وغادي نجيبو الشكلاط الابيض اللي حنا دايرينو في واحد البلاستيكه، وغادي نديرو خطوط عشوائيين، وغادي نجروهم واحد الموس باش يعطينا الشكل ديال ملفي بهذا الشكل هذا.
كنتمنى تكون واضحه لكم. كنحصلوا على هذا الشكل هذا وكنخليوه حتى تيبرد وكيبقى معنا منظر زوين ديال هذه الحلوه. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هادو هما جوج الشكيلات اللي غادي ندير معكم. دابا انا نستمر على الطريقه هذه حتى غادي ندير ان شاء الله هذه الكميه اللي عندي، راه كتعطي كميه معقوله، جوج ديال البيضات ما شاء الله كيعطيونا كميه معقوله. فاش غنسالي ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا بعد ما ساليتها وقدمتها لكم بهذا الشكل هذا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها لانها كتستحق تجربه وكتجي هشه وكتذوب في الفم. هذا هو الشكل اللي درنا ليه العسل ودرنا ليه الكاوكاو المهرمش، وهذا هو الشكل اللي درنا ليه الشكلاط. حاولت ندير ليه تزيين بسيط. كنتمنى كذلك انه ينال الاعجاب ديالكم وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه وكنقول لكم غير جربوا هذه الحلوه ما غاديش تندموا لانها رائعه وكتذوب في الفم وهشيشه وكتوجد في دقائق كما كتشوفوا معايا، ما كتحتاج لا مجهود لا وقت طويل حتى شي حاجه، في الفران 10 دقائق. هذا هو الوقت اللي استغرقت ليا. ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم كذلك المحفزه والاكثر من رائعه. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.